إجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية ولحين انتخاب رئيسا جديدا. حين أطيح بالإخوان المسلمين صيف 2013 من حكم مصر، لم تخسر الجماعة منبر السلطة فحسب. اجتاحت عاصفة المصادرة الحكومية ثروة الجماعة التي جمعتها خلال أكثر من 90 عاماً. تقدر الأصول المصادرة لجماعة الإخوان بنحو 60 مليار جنيه مصري، أي ما يعادل 3.4 مليار دولار أمريكي، حولت للخزانة العامة للدولة. وهذه الخطوة غير المسبوقة تشير إلى أن نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر ملاحقة ثروات الجماعة ومصادر تمويلها، والتي تقدر مجتمعة بنحو 300 مليار جنيه مصري، أي ما يعادل 16.7 مليار دولار. لكن ووفق بعض الخبراء، كفل عمل الجماعة في الظل الاحتفاظ بجزء من الأموال. الجماعة لديها مبدأ هام تعتمده ويعني في جميع تحركاتها، ألا وهو علنية الدعوة وسرية التنظيم. هي تجعل شبكات تمويلها وشركاتها سرية بشكل كامل، حتى إذا حدث نوع من الخلاف أو الضغط الأمني لا يتم مصادرة هذه الشركات، وتستطيع الجماعة أن تجد يعني منافذ للتمويل والعمل في ظل الظروف الصعبة.